أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. أم كومال الشعراء شرح يعني كم بلان توزيحاتي هي لبيش مشتك دا ابن مالك رحمه الله وقت دز بزمير دكا أفرمين زمير دو بشي هي متصلي هي لقال منفصل باشا لبيش هو زميري متصل بحث دكا أم جا محل كان ينبحث دكا على زميري متصل وزو اتصال أويك خاون اتصال منه لزمير هي منه لشعر كيف يشودا كأنت وهو سمي بالضمير بزمير لسيتها أويك خاون وصل يعني بعاملك وصل دبي منه لزمير. أما تعرف كيتي ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أويك لابتداء كلامه نيت مثلا ضربت أمتى قابل جدابونوني لعاملك لأولو دابن دري قدوة به ودواتر لدواء إلا شو واقعنا به ولا يليني ولا يقع أوك بيام بلا شرحكشا بلا 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 نصيبتي يعني واقعنا بلدواء إلا شوا لدواء إلا استثنائية وا التي دا اختيارا لنصر دا بس أم الشرحية ما كده خلنا نصره ضرورتها الشعر لذة الشعر دا هاتوا كوا ضرورة الشعر جزء قواعد نية لواقع دا مجال دا دريا بشاعر لبر أو كمجال شعر تنقبر وتسكو ناجورا حند جار خلاف قواعدش إعمالك بلام لنصر دا أبدا هيس كز إجازنا دا زميري متصل لدواء وبيت بلاي ما ضرب إلا كا اشتي ومنية زميري منفصل دي بشون كزميري منفصل لحكم اسم زاهدة هي تشيشي شنية بتوين بلاي ما ضرب إلا إياك بلا إلا كا يا إلا تا يا إلا تو أما نمنية لوقت تيجي شي بوكا وكو تشي زميري متصل وكو يي وكاف لقال أودا كدان لي محلك شيان بدلي كالياء والكاف من ابني أكرمك ابني زميلي متكلمة ويا باب جان متصل شبع عاملك ومتصلة كمضافك محل جر شي هي أكرمك كافك بأكرمك ومتصلة محل نصب شي هي جو محل كان نشان بحزك إلا شرح كده يو هي لو دا كدلا سليه ما ملك يي كمحل رفع هي زميلي متصل شا هي كم حل نصب هي زميلتي متصلش علي براك دو امانه دي تسرى ودلا هر شي زميره له بو او مزمره مبني بن واجبه بدق منش ني معنه تحددك ان يك زميل معرب اشتي ومني زميل هر شي هي او انا كحرف ين كما يك حرف او انا كدرون سر وزوريشن اميتن مبني ولفظ ما جرك لفظ ما نصيب لنا زميرانش دا قاعدة جالب هي أو زميران كمنصوب دا بن محل نسبيان هي هالقري محل جرش كأستي منصوب دا كلا دوات جسيا مجرور يجبن أو كا دا شرح كاش دا توضيحاتي زيادة لذا بو دم لواقع دا بو رفعا بو نسبا بو جرا زميرنا كي متكلمي مع الغيرة زميري متصلة أقنجي أقنجينا كراتيك محل رفي بي كراتي محل نسبي بي كراتي محل نصب بيت جر بيت كعريف بنا نا محل جر هي شون كبابيكة هي مجهولة فإننا ناكلي دا محل شي هي نصب هي شون كاسم إننا نلنا المنح نلنا فعل فاعلة يا بقولك دلن نلنا بمشول يجد أخوة أوقتين فاعلو فعل نائب فاعل بلان زورت لك قصال سلوي كفعل فاعل يعني معلوم ومشول نيلا وقدا دواء أمانا أمزل زمائر دا كزميري متصل أمانة زميري بارزيشن ألف واو نون بو غائب غير غائبة كاردين وكو قامة كبو تصنيع غائبة
اعلما بو تصنيعي مخاطبة كأمر أما خلاصة وارك دتي لشارك بلا پیش دست بیا کدن با اصلی بطنکا قصه که لسر و آیا متصل زمیری متصل اصلی منفصل منفصل متصل جیراوا ها چونکه علماء دلن لأن مبنى الضمائر على الاختصار یا لأن مبنى المضمر على الاختصار زمائر دلن اساسی کار لزمائر دا اختصارا کم حرفی كرتي يسق سيك هي بين علماء ده اختلافك يا كزميل دلين منفصلة ومتصلة أي واقعا منفصلة كمثلا حرف كان ينظر ترن أصل كان هر متصل بويلها توا يانا متصل خوي أصلك منفصل أصلك هاد قصك هي قصيك هيك ديك زانا دلين كاك أصل لزمايدة متصلة أو منفصل جابه تولي وكل نون تأكيد خفيف وثقيلة دلين أصلك خفيف وثقيلة لسر يودرز بو برك جلنا منفصل أصلك سر بخو متصل أصلك سر بخو جاء جاء بحث كمان بسم الله الرحمن الرحيم ثم الضمير متصل ومنفصل باش أم توضيح يا زمير متصل ومنفصل جاء جاء متصلش دبيته وتنبش دوبش باور قناعات بأمن بخون الفقيتية وابو دان جاموزي اسيت شندل الرياضي دا أم جاء اسيت دو دان كتاب لدرسي امرويدا على مدارس جرانن اكثر دان اموز دنالن بدسن ايشان عربي ايشان رياضي باور قناعتان به امن بوخم لا قضيه زمائر دا او ندش يشن ولا الوقت خويدا ضمير دو بشا بعام متصل منفصل ام جاء متصل باعتباري محل اعراب دبت السيبش مرفوع منصوب مجرور منفصل باعتباري اعراب دبت دوبش مرفوع منصوب مجرورينيا التجنس. أمزة متصل بو اعتباره كزميرك شكل صورتك مشاهدة بكري وتلفظك بكري دبت دوبش مستتير لقال شيء باريس أفرين مستتير أويا توك كلمة كتقول تلفظ بو زميرة نكري ولقال أوجدان نكري اسمك زاهل جاقه دام نشي صيغه اولي امر مخاطب استتار زميره كي وجوبيه جاء او كات توناتواني لجيغي او زميره مستتيره دا كانت هي اسمك دابني او فلان استتار واجبي زمائر بارزك اعلما اضربا اضربوا كما واو كتلفظ بيدك لو دجنو سلاخه صورته شكلها جاء ام جاء دو اوانا استتار بوخوي دبيت دوبش واجب استارو جائز الاستتار بارز دبيت دوبش دوباره ازاین زمیر بعد به دو باش چونه؟ باریز؟ آه باریز نه همون اول جهر مجموعی متصل این گوتمان بله حچی فقیه که تا استبو ما لزمیری باریزه چه شی بوا باریز به دو باش اما انا که همون زمیری رفع نو اشکال من نیه لوده جا لزمیری رفع اجدا که باریزن دو باشن مرفوع ساكن مرفوع متحرك ألف واو يا معنى مش ساكن زمير بارز نوني جمع مؤنث ت با تا تو تي أمانة كلن تماشى لك بارز شنو مرفوع إيشن بلان متحرك تيجي شيء لقضية كا هاش فرقنا كار متحرك نونش أنا والله بلى بسم الله الرحمن الرحيم ثم الضمير متصل ومنفصل الضمير متصل هي منفصل هي أشار إلى الأول إشارة إلى ابن مالك رحمه الله بل أولك كمتصلة بقولك فرمي وذو اتصال منهما كان غير مستقل بنفسه أويك خاون اتصال منه لزمير أويك سربخون بخوي استقلال بنفسه نبياني سربخون بيت دي كما يدل وهو الذي لا يصلح لأن يبتدأ به سبحان الله أم جلال الدين السيوتي رحمه الله سور كهري سيري سيري كردون واقعا برشتهم زور في جالبة زور جادي قد كاكيما للشعرك هذا دل وزو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي أما ليرد لسه لا يبتدأ چيزيات كدوا
لدو لا يبتدا وتي زياد كلوه لا يبتدا به به ام به تزن اشاره بتيا دقتك لبيرتا لظرف مستقر دلين ارزي جناب الدكم اصلك استقر بوا زميرك تيدا مستتيره يا فرزن اجل مستقر بمستقر فيه بوا زميرك كفعلك حذف ذكر زميرك الى قال حذف ناكلت البته اما للاك وقيلت هنا كل يوك او نيا او تكدر مستقر اصلك يا مستقر فيه اوائل اصلا حال يرزم دبي امش كاها ام بياول به نسيوا اما اشاره بويا كي يبتدا لازم متعدي بوابتي بحرف جر كباب كيمن حال يرزم دبي كاب حرف جرك متعدي بوا زميلك عرزي جناب حرف جرك حذف بوا وكما لا يبتدا به بكمان حذف كدوا كبيك حذف بوا زميلك كهكي حذف نبوا لقلي اي شيء لا توا مستتير ولا يبتدا ده حال يرزم دبي يعني اصلك يبتدا به بوا بكت كلا بردوا ايتر هيك بفعلك متصل نبوة وكو هندي جارك متصل به اي تبوا استتاري ولا تدا لفعلك دا اما علامي ازهري علامي خضري رحمه الله اما رأيتي كرأيكي فوق العادة الصائب درستو بجي بلى بلى بس وهو الذي لا يصلح لأن يبتدأ به ولا يصلح لأن يلي أن يقع بعد إلا اختيارا أبدا أفرمي أوي كنا قنجيب أوي كواتيا ابتدا بك لبزميلكين لأولا بهندري أوي كنا قنجيب أوي ودواتر ناج قنجيب بدر ناخوة بوي كالدواء إلا واقع ببه نل أولا وديت نل دواء إلا وديت أبدي لإختيار يعني اختيارين لنسر ده لغير شهر ده بلان ويقع بعدها استرارا لدواء عرزي جناب الدكم إلا وهاكبو إلا دكتواني لدواء إلا والاسترار دا لزارو تشار دا ديت وكو أم شاعرية كواقعا ناي شاعرية كم لحالي نبو من شيء كدالي تي كدالي عرزي برادري خومكم ك بلا يك لحظة بلا كدلي وما نبالي توجو وما نبالي يوم علينا وما نبالي لاندي رواية كان دا وما علينا بلان وما نبالي في هذا الصحت دلي وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار علي إما توجو لكن وقت تو دراوس يماني بحث كسيك دراوس يماني بدرك حارتو دراوس ما بي بس معنا لردا محل شاهد كبيش مشتك بلا الا كيا ككافك زميري متصله ولدوا الا وهاتوا اما خاص الشعره لنا سداشتي وجائز نيا ماي دو ماي تدان اذا ماو ماي اول ما نبالي ما نبالي كما كتش ماي نافيه نبالي فعل مزارعة فعل فاعل شنك فاعلك نحن تيداتيا مستتره نبالي لسببك آل بابي مفعلة عرضي برادري خومكم إذا ما إذا ليرا كندا أجر تماشات كربي عرضي برادري خومكم إذا الشرطة بلام ما كزائدة للتجنس كن تجارتنا كانوا اسمكو خبرك يدي وما نبالي أي كوا مفعول نبالي ألا يجاورنا أما أن لا الأصل بجن أن حرف نصب ناصبة شنك نونك لقل لامي لاينا فيك قريب المخرج نونك للامك لدغم دخنته إلا فاز يجاور بأنك منصوبة وتقرأ دبيت ومعمول لتقدير دا
لتأويل مصدر دائما مفعولي جاء مفعولي نبالي مظلوم آوية ديار أرزي برادري خومكم يعني أي أحد لأصل آوية اسم زي جايرنا بوخوي ناك فاعلكيتي ديار دبتا ناك مفعولكيتي ديار دبتا فاعلكي ديار يعني أحد مثلا تولي ما بها ديار يعني كسي تيانيا أصلك اشتبوا دويار بوا لتقنسي دويار واو يلا كلمة كاكوب نوا سابق لوان ساكن قلبي وما كلبي وما عندك مبتدس ديار كلا قرآن اجدهاتوا لبيت ديارة بلوا زور شاكا كالياء والكاف من نحو قولك ابني أكرمك ونحو الياء والهاء والها من قولك سليه ما ملك على أم زميري متصل وكتي ليردا أجر تماشار كربي لواقع دا ترتيبي زمائر بحزدكا التي دا لأعرفيته مثلا أول لزمير كان دا متكلم لهما معرفة لا باشان مخاطب أم جاي تتسر غايب يك كاف كبو خطابة أم جاي يهج بوشن يك دوبارا أميشان بو حرب وخطاب أميان أو هجم زبوتي بو غايبة لبيش هو متكلمي هنا ودواي مخاطب باشان تي باشان غايب أو ترتيب رعاية كدوا بل إسا أرز دكام ابني أكرمك ابني ليردا محلي تي هبا وكي من محلي جري هيا شون كمضافو إليه هي أكرمك مفعولي تي كافك مفعولي أكرمي محلي نصبي هيا يو هي سليه ما ملك شاو لذي باب جن أرزي برادري خومكم ليردا أجا تماشات كربي سليه ما ملك أما خطابك لقى خانميك تو بيدلي سليه داوابك لوي ما ملك أويك لدستياتي فزيكا محل رفعي هيبوتنك فاعلة زميل خطاب بشكاك الجن قال أرزي النبي يه لمفردي مؤنسي مخاطبة دا زميل فاعلية قبولا وكو تقعدين اضربي اوانا اي هي كتيا اي هي كان محل نسبي هي شون كليراتيا مفعول به بس اول يي ابني متكلم بو كافي اكرمك خطاب بو يي سليه هر خطاب بو هي كتيا غائبه بس متكلم عفو متكلم مخاطب غائب او ترتيبي رعاد كل مثال كده اني ام زميلانا زمائري لكن كوا زمائري تن متصل منظوري او تيكي لم حال بكاكا زرت شاكا دو ام بحثي دا فرمي وكل مضمر له البناء يجب ام لتا ام بحثا اقل كسي بيوابي التكرار چونك كالشبه الوضعي في اسمي جيتنا خلمان لما تكرارني ليودا ليودا بعام دلائلي مبني بوني اسماء بانك ما ليودا دي توسر زمير لواقع دا حال يرزم دبي دفرمي وكل مضمر له البناء يجب حتشي زميرا مبني بن له بو زمير تيا واجبة ضرورية بو لشبهه بالحروف في المعنى تنك شباهات ينهي اتر اعمان الدلائل تن دلائل مبني بنك لبدا بعام بصورته عام وقزراك وكتي دو اسمي جئتنا بلان مبنين لبدوي وكو شبهات شبهات وضعيه طلعنا الى الدائره كجولتها شنك هر اصلا دليل مبني بوني اسم كان جاري اختلاف الى سره دي قد فرمو ام تنشتان ضل يك لشبهه بالحروف في المعنى لان التكلم والخطاب والغيبه من معاني الحروف علي لبرأوي زمير شباهتي هي بهي شبهه بمضمر مزمر شبيه بحرف التي لا كاكجان لا معنى هذا بو شنك التكلم خطاب غيبت وقال لمعاني حروفا إسيبو خطاب حرف من هي هرتن بو متكلم بو غيبت نمانا بلا لواقع خطاب أمانا لقل غيبة تكلما واقع نمانا معاني حرفا نوكو إشارة معاني حرفا حال يرزم لبيه كو شرط معاني حرفه كو استفهام معاني حرفه أما 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 دليلك وظاهرا بويش سيوتي الأول في نايوتي شاهد الله أعلم بلاي سيوتي وأم رأيك
زمير لمعنى داوكو حرف دسن بلا أبيو أو قوي تربيت أو مطلبك. مطلبي دوم يعني دليلي دوم كدفرمي وقيل في الافتقاري بريك دلن شبهتك كانت شبهتي افتقارية بلان أما إلى الدارة تونك إما لبحثي شبهتي تقاريخما وكافتقار له إلى جملة هر قدي شرح كوابو كاتي اسم نيازي شديد وأسيلي هي بجملة أبيت مبني بلان خوزمائر نيازيان كهي نيازيان بمرجع كمفردة النيازيان بجملة نية براسي أم دليل إشكال دار الواقع دا حال يرزم نبي أو كتماشا بيشتشكيتو مشخصة س وقيل في الوضع كلاودا إشارة فكر في كثير لوضع دا شبهات وضعي چونك ساختاري زميرا كان تك حرفي دو حرفي وكو حرف أي رادة كيوية زميري وزورترا دلين زورك حرفي زورترا أوان كحرفي زورترا حمل يكين السر أوان كحرفي أنتيا كم ترى الواقع دا أو س شوار وقيل لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه بينجامين دفرمي عفو شوار من لو دليلانك دي قتري أويا لبر أوا استغنائي هي زمير هي استغنائي بوز مزمر دستو لبر أوا زمير بينياز لإعراب بو چونك إما إعراب بو يديهنين بو معاني جورا جوري بيت دي چونك زمير ألفاظي جورا جوري هي جيكي إعرابك يبر كدوتو لآخرة أتو بو إعراب دبي مرتب خيري كي غوريني تبي عامل بي تا عربي جورا جورد دست كيو معناه جورا جورد بود بدس بي دي بلان زمير بو خوي اما مفرد مذكر زميرك تسنيه كي زميرك جمع كي زميرك مذكر كي زميرك مخاطب كي زميرك كر متكلم كي زميرك جو زانم ايوانيا اتر بو خوي باختلاف صيغه ولفظ كان كيتي او معاني كالاعراب دا باختلاف عامل دا زكي ام بو غير باختلاف لفظ كان جا هايتي ومعلوم شنو اي شلون أنا والله دقيقا دقيقا هيك شيء كتلانية زوتك جاء الله أعلم ابن الناظم ككر ابن مالك هذا فرمي احتمال ددري أم دليل أخيريا للاي باوكم معتبر به لدلائل مبني بون زمائر ذا أميك اختلاف صيغكي بنياز ذكا لو كان نيازي بأعرابه ولا شرح كاني كجدا اشتيش كش نقل لكن هل ابن مالك وانيا كظل ظاهرا لبر جمود كواهيا حال يرزم دبي لبر اويك جمود هيا لا حرفان دا لا لزميلان دا شبيه بحرف او حرف جمود يعني هيج نوع تصرفي كانت دانيه أمان شيئاً أو التصرفية كانت تداني أما الشيئاً زياد كلها بلان كراكي دفرمي أمي أخيرياً شاء الله يباكم معتبت البيه لهر هملاك جاء ما مسايسيتي دفرمي وحكاها حكاها بمجموعي أم أقوال أتيتوان أم شوار قولي مصنف حكاياتي كدون الكتابة أخيرياً كيف ودا كتسيلة إلا الأولى أمي أولياً بلايا معتبن بوا كزمير شبهاتيان بحرف ولا معنى أو إنه قلت بلان وكان يجيزيا هم كتو ألا تسيل ده باش أما لزمائر متصل ده فرمي ولفظ ما جر من الضمائر المتصلة كلفظ ما نصب لفظي أو أوانا كمجرور ده بن لزمير متصل كان هر وق لفظي أوانا وان كواتل بن منصوب ده بن وذلك ما نصب منها منها بزمائر دسات وذلك ثلاثة ألفاظين يا المتكلم كافر طيب غائبي يا متكلم مجرور جده منصوب جده محلكي كافي خطاب محلك مجرور جديد منصوب جديد هي غائب محلك مجرور جديد منصوب جديد ده تواني مثال كان يدشكي بوي متكلم لسورة فجر ده آيي عرضي زناب الدكان بانزا ربي أكرمني ربي أكرمني أقا دي قتل قلبي ليو ده الربي يكا محل مجرورة بو چونك مضاف اليه هو اكرمني او تلم لرسم الخطي عثماني ده كان حذف ده كان لتجنسي چونك رسم الخطي عثماني ورسم الخطي عربيني لتجنسي فرقاي شي هي هي كي لا قال يا كي لو ده مفعول حل يق اتا يي هنا وهم محل نصب وهم محل جر قبوله بو كافي خطابكش مثال ايسي سوره الضحى بنص سورة الضحى آيسة ما ودعك ربك ما ودعك ربك
ودعك كاف كلمة تجيله ده لا ودعك ده ما ودعك أبدا ليه ده أبدا منصوبة دبتتي تيد باشا الإعراب ده دبتتي محلي نصبي هي دبتتي بودع دبتتي دبتتي ودع أوي بلا بلا مفعول به هي محل نصبي هي ربك محل جري هي بو چونك الرب إذا فكرة بلو شوية برو كافك أماش ليك آتا كافي ذكر كدوا خواي برو دقار محل جرش ومحل نصبش قبولا بو هي أرزي برادري خونكم آي سيحوتي صوري كهف بوه آی سحودی سوره کاف آها خوای گلو ده فرمی بس وقت باسی او پیاو دکا کا دل دو باغ کی بونو لگل پیاو فقیر کا محاوره گفتگو یم بو قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره نسيت له محل جر هي بو شنك بلامك مجرور لمحل قبولا صاحبه هي صاحبه شر محل جر هي بو شنك مضاف إليه قبولا صاحب مضاف إليه كيك مضاف إليه وهو يحاوره هي يحاوره كالآخر كاهية تولتي بوك أو محل تي هي شنك مفعولا يتم مثالكم كالقرآن ده هنا يواني إذا لو بيشيا شباب لو ذاك مطالبك أو يك القرآن الذي توانه تعبتي ترى وبركة دارتنا أمجا للرفع والنصب وجر بالتنوين لفظنا الدال على المتكلم ومن معه صلح أما هبيرة أبيزور ده بو رفع بو نصب وبو جر دلاء وجر بالتنوين جاء أم جلال الدين سيوتي كاري سيسيري كدو تماشايك للرفع والنسب وجر بالتنوين دزاني بالتنوين يعني تي وجر بالتنوين آه. يعني وجر بالتنوين آه دباش خبوا بالتنوين منظوري قاعدية ك كفعلنية لا لا منظوري هناك كفعلنية منظوري قاعدية علمية إنحو اتر آوايا كشتكاني سيوتي كملاك قديم كردواري ايماش كوليان زور في والغتوا مثلا لو ملا مهماني ايما حاشيان هي بس سيوتيوا كبدا خوقوا لكتب خانكاني بغداد عماون جاءت نظام سوتاون لبين جنيان مثلا ابن الحج السنجي ما مصاي ملا عبدالله بيتوشي هم بيتوشي رحمه الله او ذات مباركة هم ابن الحج السنجي كأمام ملايكي قورة ومهمي أو سردان أبوا حاشي وتعليق يعني هي بسر السيوتي أبوا بو شونك أم كتابة أعبا مشتاني يا آوانا يدر كدوا جادي قد كام أو بلا قاعدة كمان بو دالي للرفعي دي قد كام ألف لامي بيويا والنسبي ألف لامي بيويا أي جر إني نكيلي ابن مالك ديه أمام بو بلا ليرا دا بمش على ديلي كلا بابي عتف دا بلاي داناتي تواني وبشعر دوائج اسا بيت دلم تماشا يدكين دلية كاكا اسمك ناكيلة دكري عتف بكتسر اسمك معرفة اسا جرين عتف بوصر للرفي والنسبي امجا شاركي دوائي تماشاكا شاركي دوائي عكسكاشي هروايا كناكيلة عتف دكري توصر معرفة معرفش عتف دكري توصر ناكيلة شاركي دوائي تشاولي بينو سجاري اها وألف تشاولي تشاركة إدوائي وألف ويا والواو والنون الواو النون ألف لام ينبيو أي ألف بيوينيا بس معرفش دروس تبتية توسر نكيرا بعتف هر وكو نكيرا عتف دكرا يوسر معرفة يعني أنبشا معرفة بوسر نكيرا وبعكسوا للاي ابن مالك بلا مانع بويش عليك شي واقوتوا رحمة لو دايكي في ويلين او امجا لو اش جالبت ما مصاي سيوتي بيك كلمة اشارة الله بالتنويني شو اللي هي بالتنويني افري نكيريو عاتف كلا تصير معرفة افرين ضل لفظنا
لفظ زنا الدال على المتكلم كلفظ زنا بيانجري او دلالتك لسر متكلمي مع الغير بمتكلم او اشكال قلياتك بيت مع الغير دوي مذكر دوي مؤنث يجي مذكر يجي مؤنث تاثر او اوا صلح هذا جنجت يعني ناك هم زمان ذكر هرس محلي ببيت اما يك شرط هي كان يفرموا بنسب شرطين او تيك بنسال يدا لسر صلح بنسال دو صلح وبنسب شرطين او تيك بنسا بشرطين الاتحاد في المعنى والاتصال افلين ام دوشتا بيسكاكي من اها اتحاد لمعنى دا يعني لهرس حالته كذا كرفع او نصب وجرد بيننا متكلمين مع الغير اويك دو واتصال شي ببيت يعني ناب لحالته كان متصل به مثلا هم دي قد فرموا مررت بهم او محل جر هي رايتهم او محل شي هي افرين هم قائم محل شي هي بلان بر ايرناك يبو چونك لمحل نصب وجر كذا متصله بلان هم قائم لديهم منفصله متصلين بلان لهر سي حالته هر متصل لمن يتعاون يا مثلا يي متكلم فرسكا دو محلي هي نصب جروك خلمان دي ايش كشمان هي يي مفرد مؤنث مخاطبه سليهي ام شاري بيشو تماشاكا ابني اكرمك ابني محلي جري هي يي سليهي تشي هي محلي رفي هي دي اما اتحادي معناه اني ابرا او اولا يي متكلمه اما انتيا يي مخاطبه يعني متصل هن هدوشان مثلا او اكرمني بومكتي او هيك محل نصبي هي ام ابني محل جري هي سلي هي كتي هي محل نصبي نيا محل رفعتي بلان لقالوا ده متكلم نيا بس اتحاد لمعنى ده وجودي نيا لدو حالتي متكلمه بلان حالتي مخاطبه بلان منا هم لهرس حالتها بمعنى متكلم مع الغيره وهم لهرس حالتي شام متصله بلام يه وهم وانين يه اتحادي معنين يه هم اتصالي دواء اتصالي تاونية بلام ناكا اتشاشي تدانية تيم قيشتي جادوا او افرميتي فالجرو كاعرف كاعرف بنا جركوك اعرف بنا يعني اعتراف بايمك مثلا ك والنصب نحو فإننا چونك إيما أو أنا كمحل نسبتي چونك مفعولي بلم اسم إنا نحو نلنا المنح رفعك ورفع نحو نلنا المنح يعني إيما عطيو بخششمان نيل كدو بي جيشتون دولي لداكا كيبرا ناكا فاعلو يا بقولك بلين نائب فاعلة بلان زوات دلان فاعلة اللوقت وقت ما نية صيغة كتبو هالوشينا چونك كاتينية درنجا دي يولي دا محلي رفعيها بلام لقرآن جدا حل ليك آياتا إما همانا آي سو نودسي سورة آل عمران آي سو نودسي آل عمران حر آياتيك لابتداء آياتك دا حرسي محلينا كيناون ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا بين سزا عبد الله ربنا اننا سمعنا سولتي بوكا ربنا ناي اول محل تي هي ربنا ربي زفك ابو افري بس محل جري هي شكون منادى مضافه و افري دو ابيتي اننا محل نصب هي سمعنا محل رفع هم جلس القران كاركم بو اعرابه في دون علم له بوصل في شروه بلغه شروه يتو بلاغه وشتيكه وعلوم ميكانيكه جيتو بطريقه ولا وقعا بارزشتين كتاب هرس فقي امره هر خويل لاده دم بداخو هر تيب ابن هشام همي بركته ابن هشام كمغني دانا لو سميته بمغني اللبيب عن كتب الاعاريب ناومنا ب بنياسكري بياوي عاقل
كبياوي عقل بين يازك عن كبلتي لكتب كان إعراب أو كتباني كلاسر إعراب قرآن نسلاون لباري صرف نحو لغة وبرسية كان مغنية كيف ندب بهش تكناوي ليان برسي توبو تفسير إجنا نسيب وجهته هاتا فنون مغني نسيبة لمغني دا بو قواعد علم عربي كاكا لا سيب شي قرآن رقيق بشي هنا سبحان الله أو علم بركة دارك أو نحو أرزج دارك تو قرآن في بزان إنا كهر وكو جامعك قديمية ما هر بكر خالد كبدا بتسيو وما عدا ما ذكر متصل بالرفع وهو تاء الفاعل غير أويك ذكر كلا خاصة برفعه كيفش كتي فاعلة فقد بوتي دا بباب جن بحالة رفعها لكو دا تي فاعل فقل ما زجدها يقول اشتكائي ما نيمانا وايا ألف لما زيدا هيا لمزارع دا هيا وايا لا امرج دا هيا لا مفعل كان دا هيا بلام منتهى بم قيد بو مذكر دي بو مؤنث دي بو مخاطب دي بو غائب دي وايا دي اويش فقط فاعله الف دي ولا فعل دا غير فاعل من اشتكاري كم كان وايا واويش هر وايا لما زيج دا دي امرج دا دي هر فاعل اشتا هر مرفوع اشتا ياء المخاطبة هي مخاطبة عرضي زنا بدكم اختلافك هي أربع لسري أخفشوا بخدا بنبتة بأدب أي مازنية أي شيء أخفش هو كلام كحقا وايا بيان بمازني شيء لقال دايا أمان دلن وكتي وايا تيت كعلامة محزي تانيسي يكش وايا بلان سيبويهي أفرمنا علامة تانيسي شو زميلي فعلي شو كقصي حقش قصي سيبويهي أربعة للتانيسي ونون إناسش دي نوني زي مؤنسش لمازيج داهية لمزال لأمرج داهية فقط فاعلة حالة رفع زيادة البدل هيش تيكي نية أما كل زميلة كان كان زميلة متصلة كان أما زميلة متصلة أو دو خطرش بخوني نيا بيستين وألف سيحو دي خمان بيتش وألف والواو والنون أرزي دناب الدكم ضمائر متصلة كائنة لما غاب وغيره ألف واو نون أمانة زمائر لكن كاكي من أرزي جناب الدكم متصل بو غائب غير غائب دين والمراد به المخاطب إلى دجيلة لسر وغيره غائب غير غائب سيش دقلتها غير غائب يعني مخاطب متكلم دلن ابن عاقل او الى ليله دكري لا الا لابن مالك بل الى دكان بي بجيني من بيم الى دي كي ضعيفه بو چونك لمثال كده تشخيص دعوه كفقد غير غير غائب مخاطب منزله دل قام اعلما كصيغه مخاطبه ا بمثال كده واقع دفع او الى دي كده ولا واقع دعوه منزله ما اوتيكيا فزو الى دي زي خوينه والمراد به منظور به بغير غائب شيء المخاطب او لدى سيوتي شهر واتشاكيكا كقاما قاموا قمنا اتولتي اما زميلي فاعل اعلم اعلموا اعلمنا بلان يجنك تماما ولا سر كدر الف واو نون زميلي متصلا بيقيت اما اللي تجنس كاكيما لقل فعلان دعوان الف واو كبلين يا أمانة يا نون كزميل لقل فعلان دا زميل أما لقل اسمان دا وكو اسم فاعل أنا نخ حرفا ضارباني الفكا حرف إعراب زاربونا واوكا حرف إعراب أو ننشك تياتي فرزا حر عوزة حر حرفة عوزة لو حركيتي مفردكي كواهي باشا كاكا مصابيه.